سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما شفتوا البنات في العنوان في هذا الفيديو هذا، فغادي نحدد النهار اللي غادي نعلم فيه على الفائزة في المسابقة ان شاء الله. وبالنسبة يعني اليوم اللي غادي نحدد فيه المسابقة فهو نهار 18 أكتوبر 2018. علاش بالضبط درت هاد اسمحوا لي، علاش بالضبط درت هاد التاريخ هذا؟ فهو نهار ديال لانيفيرسير ديالي ان شاء الله يا ربي. وباش اللي ربحات، يعني اللي ربحات يكون من نصيب هذاك الميكسور، تعطيه هي كادو تعطيه ليا كادو، ما نسهلش. هاي تنضحك معكم البنات، حظ موفق لكل وحده. صافي، هادشي اللي كاين. وكنتمنى زعما شحال نقول لكم، وكنتمنى انني نكون في داك النهار مكمله 1000 ديال لي زابوني، يعني نكون ديجا كملت 1000 ديال لي زابوني باش الفرحه تكون فرحتين ان شاء الله يا ربي. صافي، هي صراحه البنات هذا هو اللي بغيت نقول. ما كرهتش صراحه، ما كرهتش هذاك النهار نكون زعما كملت 1000 ديال لي زابوني، باش كيما قلت لكم عاود نفرح فرحه، نفرح جوج فرحات ان شاء الله. فاليدا البنات اللي كتشوف فيا دابا، زعما اللي كتشوف لا فيديو ديالي وبقى ما ابونياش معايا، فتنقول لك ضغطي على الزر المربع سابوني ولا زر الاشتراك ولا سبسكرايب، وضغطي على الزر الجرس هكذا باش يوصلك كل جديد. وان شاء الله هالبنات انا كان وعدكم، حيت هاد صراحه هاد المسابقه طولت واحد شويه، ماشي بزاف ولكن شويه. مي انا كنت دايره يعني في شهر 11 انني ندير مسابقه اخرى. فانايا ان شاء الله اون فوا غادي يعني غادي نعلن ب يعني اللي رابحه. فانايا مباشره غادي نعلن على مسابقه واحده اخرى، اللي هي ان شاء الله غادي تكون غادي تعطي الهديه ديالها في شهر 12. مهم بلا ما نحرق المراحل، تنوصلوا لذاك النهاريات وديك الساعه يكون خير. صافي البنات، كيف ما ديما شجعوني بلي لايك ديالكم، لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك البنات. وكنتمنى انكم تكونوا تديروا مشاهده كامله. وكما قلت لكم اللي ما ابونياش، فتنقول لها مرحبا بك باش تولي وحده منا. وحد موفق للجميع ان شاء الله. وكنتمنى البنات شحال نقول لكم، اصلا دابا البنات يعني بقى تحدي بين جوج، يعني جوج اللي كما كتشوفوا في لي كومونتير وداكشي، يعني بقى تحدي بين جوج بنات، خديجه وغزلان. حتى الهام فرح مسكينه اللي كانت هي معنا في المسابقه وداكشي، جاوها شي ظروف بحال هكا، يعني قالت لي انا ما بقيتش في المسابقه يعني مره اخرى ان شاء الله. فاللي اللي ربحات فكانوا بصحتها وراحتها، وقانون المسابقه هو هذا، يعني وحده ما تقلق على الاخرى. وان شاء الله مازال حظوظ اخرى ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين البنات، وهنا غادي نسد هاد لا فيديو هادي ديال البنات. وتصبحوا على خير، يلا بيزو لكم كاملين.